تقول يعني حد بالرغم ان فريده عثمان خدت معاك ميداليه طبعا عالميه، بس فريده خدت صيت اعلامي وده دورنا احنا عشان كده بنعمل ابطال وكان كبار، بس انت وجودك او حقك احنا شايفين ان انت لسه عندك كتير ولسه عندك تأدي وناس لازم تعرفه. طيب خلينا نتكلم عن دراستك في الولايات المتحده الامريكيه. بيبقى اكيد هم شافوك، اكيد الجامعه شافوك، الكوتش في الجامعه شافك، شافك فين؟ مظبوط، هو شافني في وقت بطوله العالم وبداوا يتابعوا نتائجي من بعديها. فضلت كنت ما بين جامعتين، كنت دايما بتعامل معاهم يعني، وكان دايما مدربي حتى دكتور عمر تعالى كان بيتعامل معاهم على طول. كانوا هم ايه الجامعتين؟ جامعه انديانا اللي انا رحتها في الاخر، وجامعه نورث كارولينا ستيت، والجامعه دي كانت رانكت احسن من انديانا وقتها. نورث كارولينا من احسن الجامعات، خرج منها مايكل جوردن نجم اسطوره كره السله. ما بالظبط. وبعدين انا اصلا كانت دي الجامعه اللي عجباني اللي كنت عايز اروحها في الاول. لو انا حصل خلاف صغير كده ما بيني وما بين المدرب ما كانتش يعني رحت انديانا؟ ما عجبنيش. رحت انديانا وحتى عندنا علي خلف الله هناك. انديانا ولايه انديانا حلوه. ما ولايه انديانا جميله. جميله يعني الولايه لو ساعه شويه. ساعه بس حلوه. لا هي جميله. علي خلف الله هناك. كابتن علي خلف الله هناك. علي خلف الله معايا في ال شجعك شويه تروح؟ ما هو ده شجعني ان هو ان هي ميزه ان انا هروح مع عندنا حد، وهو برضه علي خلف الله عندنا النادي الاهلي. فالاحساس جميل يعني. دي طب كلمنا على الصوره دي. دي كانت اول ميداليه ليا ذهب في السباق فردي في بطوله البيك تنز اللي هي الكونفرنس بتاعنا بتاع الجامعه. انت كنت لسه اول سنه ولا دي كانت تاني سنه؟ تاني سنه. انت رحت من اول سنه على طول على الجامعة. انا رحت دخلت اكاديميه بحريه هنا في مصر. دخلت فيها سمستر. وبعدين قعدت سمستر في البيت عشان كان خاطر بطوله العالم الناشئين. كنت داخل الجامعه بدري. متخرج وانا عندي 17 سنه من المدرسه. ما شاء الله. على فكره انا اتخرجت زيك 17 سنه بس. هو دي بتبقى يعني بتبقى موضوع ازمه شويه تلاقي نفسك صغير. طب انت خدت سمستر وريحت؟ وبعدين ريحت سفرت. وبعدين لا بعدين بعدين رجعت سنه وبعدين سافرت. التأخيرات دي كانت كلها، كان نفسي اعمل حاجه من مصر. كنت عايز اروح بطوله العالم 2017 في بودابست، اجيب فيها يعني اعمل فيها نتيجه جامده، ويعني واثبت اثبات ان احنا نقدر نعمل حاجات من واحنا قاعدين في مصر. انا الفتره دي حتى يعني بقالي تقريبا 4 شهور ولا 5 شهور في مصر، ونسبه اعدادي كلها دلوقتي في مصر. فنفسي ان يعني ايه ان اعمل نتيجه كويسه في البطوله الافريقيه والبطوله في القاهره اللي احنا شغالين فيها، ان هي تبقى الدنيا في مصر احنا نقدر نعمل. وفي برضه عندنا هريدي كان جالنا، احنا يعني كان جه النادي الاهلي. هريدي لما جه هو كان هريدي جاب ميداليه في الاولمبياد، كان طالع ثالث اولمبياد، وكان اولمبياد شباب وكان عبد الرحمن هريدي عبد الرحمن سامح.